الرئيس السيسي يصدر قراراً بترقية اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل. الحكومة تنفي تداول عصائر معلبة فاسدة في الأسواق. استمرار فعاليات مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قراراً بترقية اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل. صرح بذلك السفير بسام رادي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن طرح وزارة الإسكان وحدات الإعلان 14 للإسكان الاجتماعي، ومن جانبها نفت وزارة الإسكان تلك الأنباء موضحة أنه يتم حالياً سحب كراسات الشروط وسداد المقدمات لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان 13 بالإسكان الاجتماعي بعشر محافظات، وحذرت الإسكان المواطنين من الانصياق وراء تلك الإعلانات المزيفة التي تستهدف النصب عليهم، مع ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تداول عصائر معلبة فاسدة بالأسواق، وتواصل المركز الإعلامي مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي نفت تلك الأنباء، مشددة على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها العصائر سليمة وآمنة ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات رقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة للتحقق من سلامة المادة الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور بشأن بيع بقال التموين السلع التموينية بأسعار مخالفة للأسعار المقررة من قبل الوزارة. لقد قام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة التموين والتي نفت تلك الأنباء، موضحة انتظام صرف السلع التموينية بجميع محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيات وفروع المجمعات الاستهلاكية وفقاً للأسعار المحددة من قبل الوزارة. أطلقت وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بثورة 30 من يونيو المرحلة 13 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين. المزيد في سياق هذا التقرير. بعد نجاحات حققتها المبادرة في مراحلها السابقة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وزارة الداخلية تطلق مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيضات فيها إلى 30% وأكثر. المرحلة هي 13 من المبادرة، وجاءت بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو. دي المبادرة رقم 13 اللي احنا بنشترك فيها مع وزارة الداخلية طبقا لتوجيهات سيادة الرئيس. احنا داعمين في كل الأوقات للمبادرات اللي بتنشطها وزارة الداخلية واللي بتتبناها الدولة في إطار دعم المواطن المصري. التخفيضات اللي معروضة تخفيضات محسوسة، وأي واحد بيدور في أي مكان تاني هيعرف فرق السعر دوت. 360 فرعاً لكبرى السلاسل التجارية مشاركة في المبادرة، تتوفر فيها السلع المخفض أسعارها من غذائية وغير غذائية وبجودة عالية. وللتيسير على المواطنين تم الإعلان عن أماكنها على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، كما حرصت تلك الأفرع على اتخاذ التدابير الوقائية التي توفر الحماية الصحية للمواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا. احنا بمناسبة احتفالات 30 يونيو بنحتفل بالشعب المصري وبنقدم له التخفيضات، بالإضافة ان احنا بنقدم كل الوسائل الاحترازية اللي اصدرتها وزارة الصحة من مقياس درجة الحرارة والتباعد والتعقيم داخل كل الفروع بتاعتنا ولبس الكمامات والجوانتيات. يستطيع
يستطيع المواطن أن يحصل على احتياجاته دون عناء أو تكدسات، فالسلع متوفرة بكميات كبيرة، وهو ما أشاد به المواطنون. أنا بستفيد من المبادرة جدا طبعا، إن أنا بقدر أدخر، بحاول اللي بوفره في القرش دلوقتي بينفعني في وقت تاني بعد كده، الحمد لله كله متوفر. وبنشكر طبعا سيادة الرئيس إن هو وفر لنا كل اللي احنا عايزينه. السعر معقول جدا، مقبول يعني. مبادرة كلنا واحد موفرانا جامد جدا جدا، كل حاجة متوفرة في السوق الحمد لله، ما فيش أي حاجة ناقصة. المبادرة تأتي استمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال الاستمرارية في تفعيلها وبما يضمن استفادة المواطنين منها، وهو ما انعكس على مشاركة أعداد كبيرة من السلاسل التجارية فيها وإقبال المواطنين عليها، لتؤكد المبادرة على نجاحها في خدمة المواطنين.